غلطه انا عايز اكون عندي حساب على كل شبكات التواصل. يا ولا ايه ده، لعيب والله، ده عايز ينزل الملعب وهو ما اتدربش اصلا، ده حتى يمكن ما اشتراش الشورت، هينزل كده بالبيجامه. هو نزل بالبيجامه، عارفين انت نظام كده، نزل بالبيجامه في جاردن سيتي، مش مشكله، نسي يلبس الشبشب مثلا. فنصيحه ليكم ونصيحه حتى ايفن ليا انا كمان، ما تاخدونيش موديل، انا عندي 4 بيساعدوني يعني، انا ومش على زي، وعلى فكره مش في كل الميديا يعني، عندي اوفيس بوك وعندي اليوتيوب بتاعتي وعندي الانستجرام، لكن بجد انا عندي فريق، لان انا بعمل سيستم كبير فبدرب الناس، فاهمين ازاي؟ فهلا ما هي عندها، لا خالص والله، في ناس بتساعدني، لكن لو انت لوحدك وادخل كده اكتب السؤال ده، تلاقي اكتر ناس في العالم بيقول لك كده. ابدا ببلاتفورم واحد، فيسبوك فور اكزامبل، اتدرب عليه واعرف اتعامل معاه واثبت وجودي، وبعدين ابدا ابص بقى على حاجات اخرى، نبدا بقى اليوتيوب، ولما ابدا افهمها وهكذا انت هتنجح. فاكرين امبارح مروان قال ايه؟ بي بيشنت، ات از يور ديسيشن، ده قرارك. اقرر انا حابب اكون ايه؟ لا انا حابب ابقى في الفيديوهات، عينيك خضراء وشعرك اصفر زي، لا فيديو طبعا فيديو، ايه وفي احلى مني مثلا. فخلوا بالكم انت حابب تكون ايه؟ عشان كده حتى لما يجي لي حد واتكلم معاه بساله، يعني واحده لقاها بتتكسف قوي وصوتها واطي، ولو مشيت على ايديها ورجليها هتبقى الفيديو بتاعها فاشل قوي، اشجعها تعمل فيديو ولا استنى لما نتكلم وتبدا واثقه من نفسها وتحب اللي هي بتعمله وتفهم اكتر نجوءن على الفيديوهات؟ بس مش فكره ايه، زي حد، ما تكونش زي حد، بي يور سيلف، نفسك انت ونفسك بس، مش فلان بيعمل فيديو فانا عايز اعمل فيديو، فلان بيعمل ريلز فانا اعمل ريلز، فلان واقف في المطبخ مش عارفه بيمثل، لا خليك انت نفسك. فده بالنسبه لاول غلطه احنا كتير بنغلطها، اكيد هيفرق.